صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 89 لسنة 2019 بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولاتها المعدلة حتى 2010. وجاء في المادة الأولى من المرسوم: وافق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الموقعة في مدينة دينباسار ببالي بتاريخ 24 من فبراير 1976 وبروتوكولاتها المعدلة حتى 2010 والمرافقة لهذا المرسوم.